اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مطوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر متهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيد محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.